اهلا ومرحبا اعزائي المشاهدين في هيئة امهر الاعلامية، واليوم سنتحدث في برنامجنا عن ارتباط اثيوبيا بالدول العربية اقتصاديا وتاريخيا وصناعيا، وسنستضيف في هذه الحلقة الاستاذ جمال بشير ليخبرنا عن هذه العلاقات. اهلا ومرحبا بك استاذ جمال بشير. اهلا وسهلا بكم ايضا. اولا، ما هي روابط العلاقة التاريخية بين اثيوبيا والدول العربية؟ اولا اشكركم على الاستضافة في هذه القناة المباركة التي خاصة الآن تتناول قضية مهمة جدا في هذا العصر. نحن في نظرنا في العلاقات بين الدول العربية والحبشة عامة تبدأ قبل الإسلام، يعني وإن كان ظهورها القوي في خاصة في العالم العربي الإسلامي خاصة هو ارتباط الحبشة بالإسلام عن طريق النجاشي في استضافة الصحابة رضي الله عنهم، لكن قبل ذلك الذي أدى إلى إرسال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومعرفة أيضا أهل الحبشة بأنهم أهل يستقبلون أو يستحقون أن يرسل إليهم يعني الكوكبة من الصحابة رضي الله عنهم بما فيهم بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب، فهاجرت مع عثمان رضي الله عنه. إذن كل هذه يعني إرهاصات وبداية، لكن قبل ذلك كانت هناك علاقات تجارية بينهما عن طريق البحر الأحمر، ويعني إذن العلاقة وطيدة جدا. إذا تحدثنا يعني من يعني طبعا إذا رجعنا إلى تاريخ قديم، وكيف تصفها الآن؟ وأما بعد ذلك، أولا يعني ارتباط الإثيوبيين بالعرب خاصة مع المسلمين، يعني الحج قائم والعمرة قائمة وأهلون كلهم كانوا يذهبون هناك، وهناك تجارة أيضا قوية. وكما هو معلوم أيضا هذه الدول التي تعتبر الآن دول نفط مثل السعودية والآخرين لم يكن لديهم أي مصدر للرزق غير أفريقيا، فيعني أولى الدولة التي يسعون إليها لأخذ ما يقتاتون منه هي إثيوبيا. إذن التاريخ يخبرنا أن إثيوبيا كانت مصدرا لتصدير يعني بعض الثروات الحيوانية، وكذلك يعني أمور تتعلق بالأزرع، فكانت تذهب إليهم من هنا. إذن فالعلاقة يعني لا زالت كما هي بالنسبة طبعا للعلاقات العامة، والشعب مثلا كشعب إلى الآن نحن إثيوبيون يذهبون هناك ويشتغلون، وهناك بعض أيضا العمال يعني والأصحاب الأموال يأتون هنا ويستثمرون في إثيوبيا. إذن العلاقة تاريخيا واقتصاديا وكذا سياسيا يعني لا زالت بخير وهي قوية، وتعتبر على أنها يعني من أفضل ما يوصف بأنها علاقة وطيدة. نعم. أستاذ جمال، ما هو دور الناشطين والإعلاميين في بناء الاقتصاد؟ نعم، الإعلام يعتبر الآن يعني كما يقولون القوة الثالثة في البلد، يعني بعد الحكومة والأمة هي طبعا الإعلام الركن الثالث القوي الذي يستطيع أن يؤثر في المجتمع الداخلي والخارجي. فكلما كان الإعلان أو الإعلام قويا ومتزنا وأيضا ويري للناس الحقائق، فالناس تستطيع أن ترى إلى بلادها وترى إلى ما يمكن فعله في مثل هذه البلاد. فخاصة الآن لو نظرنا مثلا إلى مسألة سد النهضة، مثلا لو علم العرب والعجم ما فيه من الخير في مسألة السياحة ومسألة أيضا
الأسماك وزراعة الأسماك وكذلك واستفادة من الترع من البحيرة التي ستكون أمام سد النهضة، كل هذه تعتبر يعني مصادر للجميع، مصادر للعمل ومصادر للأرزاق وكذلك للعمل المشترك معا كان في الداخل والخارج. إذن من الذي يستطيع أن يبرز مثل هذه الحقائق إلا أن يكون إعلام؟ إذن الإعلام له دور كبير جدا. وأما ما يتعلق بالشق الثاني من السؤال وهو كيف يعني الحكومة أو أي إنسان عليه أن يساعد الإعلام، لأن مساعدة الإعلام يعتبر مساعدة الحكومة نفسها بنفسها، لأن الحكومة لا تستطيع أن تصل لكل الناس بما فيها من يعني من دبلوماسية ضيقة عبر السفراء في البلد، ولا تستطيع أن تتدخل في الشعب بطريقة يعني أوسع وأكبر مثل ما يدخل الإعلام. فلذلك الحكومة يعني عليها أن تفكر في استفادة من الإعلام، وهذا ما يفعله ما تفعله الدول المتقدمة، لها أجنحة كبيرة جدا في مساعدة الإعلام في وتقويته لإبراز ما فيها من الخير، حتى أحيانا أيضا وإن كانت طبعا الإعلام تستخدم وهي ذو حدين، تستخدم أيضا لغير الحق أحيانا، وتخفي الحكومات مثلا أشياء التي لا ينبغي أن أو تؤثر سلبا في نظر الشعب عليها. فلذلك فالإعلام هو يعني ما يمكن قوله أن الإعلام يعتبر ركن قوي جدا للاستفادة منه حول إبراز الحقائق للحكومات وللبلد، حتى يتصل أو حتى يتصل البلد بالخارج، ويتم هناك عمل مشترك، وكذلك أن لا يعني مثلا يفهم مسألة ما في داخل البلاد عن طريق مشوهين من الإعلاميين في الخارج، يعني وخاصة في حال الغياب الإعلامي أو المعتم في الداخل. فإذا كانت هناك إعلام تستطيع أن تبرز ما في داخل البلاد مثلا الأثيوبي، العالم كله يعرف الحقائق وبعد ذلك يعني يتصرف من خلال معرفته لهذا البلد. أنا يعني خاصة الجانب العربي أعتبر أنه لا يكفي أبدا، ولو نظرنا مثلا إلى البرنامج العربية في كل القنوات الموجودة في داخل البلاد، بعضها لا تعمل إلا سويعات أو ساعات قليلة جدا في يعني في الأسبوع أو أحيانا في الشهر في بعضها، وفي كثير منها ليس لها يعني وقت للعربي، وهذا يعتبر إجحاف في حق الإعلام العربي الذي نحن يعني نستطيع أن نقول محاطون بهم، يعني مثلا السودان ومصر وخاصة التي تجمعنا الأعمال والعلاقات السياسية والاقتصادية وغيرها. مثلا ما دمنا أننا نرسل بناتنا وكذلك شبابنا إلى مثلا الدول العربية، إذن فما المانع أن يكون هناك التعريف بعادات البلد وكذلك وطريقة التعامل مع مثل هؤلاء الناس، ومعرفة أيضا العرب ونفسياتهم، وهذا يعتبر عمل كبير جدا في التفاهم بين أو خلق جسر كبير جدا في التفاهم بين الشعبين. وليس فقط هذا، وهناك طبعا سد النهضة الآن الذي يعتبر أهم وأساس الموضوع الرابط بين هذه الدول العربية ودول أفريقية. فهناك تشويه متعمد من قبل الإعلام المصري وغيره، فلابد من إبراز الحقائق من داخل البلد. أصحاب الشأن هم كما يقولون أهل مكة أدرى بشعابها، فنحن نعلم ونحن الذين نبني هذه هذا السد وهذه السدود. إذن
فنحن علينا أن نبين ما هي المقاصد وما هي هذه مثال فقط، لكن هناك أجزاء كثيرة جدا تتعلق بالاقتصاد والسياسة والاجتماع وغيرها، ينبغي أن نبرزها من هنا من الداخل على ألسنة. الحمد لله لا لدينا طاقة كبيرة جدا، ولدينا يعني كوادر متمكنة جدا تستطيع أن تبرز الحقائق من داخل البلاد، لأن بعض المناطق عندنا في أثيوبيا لغتها العربية بما فيها من الاحتكاك، وأنها على حدود مثلا السودان وغيرها. إذن فعلينا أن نسعى لأن يكون يعني يدنا في اللغة العربية ومساعدتها يعني بأوسع نطاق مما نحن عليه الآن. الحكومة تركز على مساعدة الإعلام العربي أو عموما الإعلام في أثيوبيا بناحية الاقتصاد بناحية الصناعة. طبعا نحن لا ينبغي طبعا أن نركن فقط إلى الحكومات، والحكومات دائما لها مشارب كثيرة وأعمال كثيرة جدا، لكن الشعب أيضا عليه أن يفهم هذا، وعليه أن يعني يساعد الحكومة في هذا في هذه المسألة. وإن كانت الحكومة هي التي ينبغي أن تأخذ مبادرة زمام المبادرة لجمع يعني مثلا إذا كانت هناك مساعدات لابد أن تجمع لها مساعدات، وإذا كانت هناك يعني آليات ينبغي أن تساهم فيه الحكومة عليها أن تفعل ما بوسعها، لكن الشعب أيضا عليه أن يدرك أن سعيه ومشاركته وتأييده للغة العربية وكذلك ودعم الإعلام العربي يعتبر دعم لنفسه، لأنه سيتفادى كل مشاكل قد تأتي من أي دول مجاورة بسبب سوء الفهم لما يدور في داخل البلاد. إذن الحكومة عليها أن تساعد، ونحن علينا أن نبرز أيضا كإعلاميين مثلا يعني علينا أن نبرز ما هي فوائد اللغة العربية، علينا أن نعطيهم نماذج الاستفادة من هذه اللغة حتى ينتبهوا ويساعدوا. ما الذي يجب فعله لتعزيز العلاقات بين أثيوبيا والدول العربية؟ طبعا العلاقات أيضا الآن كنا نتحدث عن الإعلام، جزء من الإصلاح في العلاقات ما بين الدول هي إبراز الحقائق عن طريق الإعلام، هذا جزء. والجزء الآخر هو أن يساهم أيضا الشعب الذي يسكن في داخل مثلا هذه الدول أيضا في يعني في إبراز الحقائق أولا، وتأييد من يؤيد بلاده وكذلك، ويعني وأن لا يعطي أصواته مثلا لغير من يعني مثلا ينتمي إلى مصالحه يعني في البلاد في الداخل. ولكن هناك أمر كبير جدا علينا أن نفهمه، هو هذه الدول خاصة الكبرى الأوروبية الغربية والأمريكية لا ترى أو لا تسعى إلا وراء مصالحها، وكلما رجح عندها أو رجح عندها مصلحة في بلد ما فهي تركن إلى تلك البلاد وتساعد أكثر. وهذا الذي أيضا نحن الآن يعني نجده في واقع بلادنا. الجبهة الشعبية مثلا لتحرير تيغراي كأنها كانت تخدم لهذه الدول دون شروط، وتتدخل في شؤون الداخلية الأخرى مثلا في السودان والصومال وغيرها، ولذلك كانت تعتبر يد عاملة لها، فلذلك يعني تساعد وتسكت عنها في كل المظالم وكل المشاكل التي تفعلها. لكن عندما يأتي أو تأتي حكومة تقول أحيانا لا أو لا مثلا وتفضل أو يعني أحيانا ترجح مصالحها على مصالح الآخرين، فلا بد أن يحصل هناك يعني ارتباك في العلاقة بين هذه البلاد. لكن هذا لا يعني أننا يعني مثلا نجافي هذه البلاد، لأن يعني كل البلاد لها مصالحها، فلذلك
يعني لابد أن نعمل في كل الاتجاه، الإعلام يبين الحقائق، والدبلوماسيون أيضا يوضحون المسائل، وكذلك الحكومة يعني في أشياء يمكن أن تتراخى فيها وفي أشياء لا يمكن. إذن علينا أن يعني أن نزن الأمور ونمشي على خطى يعني متزنة.